بن سعيد أي سيدار أحد الوجوه الأولى من الصف من الرعيل الأول في الحركة الوطنية، حيث انتمى وهو في ريعان شبابه إلى الحركة الاستقلالية إلى جانب كبار القادة الوطنيين، وكونه أيضا عاشر جميع القادة الوطنيين، وأيضا لانخراطه مبكرا في جيش التحرير، فهو كان من بين القلة أو إذا شئنا الأكثر تشبتا بمواصلة الكفاح المسلح من أجل استكمال تحرير الصحراء واستكمال تحرير التراب الوطني، وأيضا استكمال تحرير المغرب العربي المغرب الكبير حاليا. سي محمد بن سعيد أيت الدر له ميزات أساسية وكبيرة جدا، وهو أنه يبدو كأن أفكاره لم تشخ واعتقاده وإيمانه لم يشخ أبدا ولم يصب بأي تجاعيد، وظل منحازا دائما إلى حرارة الشباب كما كان في الستينيات والسبعينيات، أيضا كانت كذلك إلى حدود فبراير 20 فبراير الأخيرة. أيضا كان من سيمته التشبث بما هو استراتيجي، وقد ساهم من مواقع أساسية لا هو على رأس منظمة العمل ولا هو على رأس الاشتراك الموحد، من أجل أن تكون هناك جبهة وطنية معارضة يسارية، واشتغل أيضا من أجل الكتلة إلى جانب قادة الكبار الراحلين عبد الرحمن ولا عبد الله إبراهيم ولا سي بوستا ولا المرحوم علي عطا، ظل إلى جانب هؤلاء الخمسة الكبار من أجل صناعة جبهة وطنية مغربية من أجل التقدم، ظل متشبتا، تميز بجرأة عالية كبيرة. نحن نذكر كيف أنه كان أول من خرق الصمت فيما يتعلق بمعتقلات تزمان مارت تحت قبة البرلمان، وأيضا كان لا يتردد في أن يظل محتفظا بكل قوته واستقلالية رأيه، وبالرغم من ذلك فقد كان رجلا طيبا دمت الأخلاق طيب المعشر، ظل يحتفظ بأصالته المغربية وتمغربيته الأخير، وكذلك ظل في متابعة الشأن الوطني. رحمه الله، لقد عبر قرنا من المغرب المستقل مرفوع الهامة منتصب القامة. رحمه الله. سي بن سعيد أيت الدر أني شامخ بمبادئه بعطاءاته بتضحياته الجسام، اعتبروه من القلائل تاع المناضلين اليساريين اللي دافعوا على البلاد بالكفاح المسلح بالمقاومة بالنضال المستميت، ضحى بحريته ضحى بوقته من أجل هذا الوطن الحبيب. سي محمد بن سعيد أيت الدر رفيق درب جميع المناضلين والمناضلات اليساريين، أعطى الكثير وترك منجزات كثيرة من كتب ومحطات نضالية ومبادئ عامة، أدلى بدلوه في 20 فبراير للشباب وأعطى رسائل كثيرة للشباب في 20 فبراير. اليوم يودعنا ونعتبره لازال حيا بجميع هذه المنجزات، من آخر المقاومين في البلاد، ربما هو آخر لائحة التي تموت اليوم، ولكن كنعتبروه شهيد للحرية، شهيد للكرامة وللمساواة، كان في الدفاع المستميت على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وكان معطاء وحنونا مع رفاقه ورفيقاته في كل المواقف، كان دائما يعطي الكثير ولا يبخل بأفكار بمساهمات حتى على المستوى المادي، فهو من أطيب خلق الله. المغرب يودع اليوم إحدى هامته الكبيرة وقامته الشامخة في النضال الوطني الديمقراطي من أجل حرية هذا الوطن واستقلاله، من أجل تحرير كافة أنحاء بلادنا في إطار جيش التحرير الوطني، من أجل بناء مغرب ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية في ظروف حالكة في ظروف صعبة. هكذا كان
المكافح والمجاهد الرفيق محمد بن سعيد أيتي الدر يناضل من أجل قيمه مبادئه، ظل متشبتا بها، كانت له أدوار أساسية في أوساط اليسار الوطني والحركة الوطنية والديمقراطية، وساهم في تأسيس منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وقادها، وفي تأسيس الكتلة الديمقراطية، وفي المساهمة في التحولات الأساسية التي عرفتها بلادنا في التسعينيات من القرن الماضي، وكان مستمرا في نضاله داخل صفوف اليسار الاشتراكي الموحد، وبعد ذلك في الحزب الاشتراكي الموحد، وهكذا عرفناه ثابتا صامدا مكافحا، وسيترك في الذاكرة الوطنية بصمات لا تنمحي.